كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، أقدم لكم عظة قداس الأحد الموافق 22 ديسمبر 1991 لجناب الأب الورع القمص أنطونيوس رابي. ورحمته وبركته الآن وكل أوان ولدار الدهور كلها آمين. النهارده 12 كياك، والعيد حيكون إن شاء الله في 28 كياك، يعني فاضل كلهم 16 يوم. أرجو إن الجماعة اللي بيفكروا في الصوم يكون ياخدوا قرار النهارده، محدش يطلع من الكنيسة غير واخد قرار إن هو يصوم إن شاء الله صوم الميلاد، إلا إذا كان في حاجة الدكتور بتاعه يرى إن هو مضطر إن هو يفطر أو يشرب لبن ياخد حل من الكاهن عشان يبقى معقول في هذا الموضوع. اجتماع المساء الساعة 6 النهاردة ما تنسوش، واجتماع الشباب الساعة 7 يوم الجمعة. النهاردة الإنجيل كان بيتكلم من إنجيل معلمنا لوقا الأصحاح الأول عن بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم. حد اللي فات كان بشارة الملاك جبرائيل برضه لزكريا الكاهن. النهارده بيكلمنا الانجيل او بيتكلمنا الكنيسه الكلام بتاع الانجيل اللي فيه ازاي ان الملاك جبرائيل جه للعذراء مريم وقال لها السلام لك ايتها الممتلئه نعمه، الرب معك، مباركه انت في النساء. ده الملاك بيكلم العذراء. فبيقول الانجيل لما سمعت مريم الكلام ده اضطربت وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه، فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهذا الموضوع وضعته الكنيسة قدامنا عشان نتأمل فيه واحنا داخلين على عيد الميلاد. عيد البشارة ساعات بنسمي يوم عيد البشارة 7 أبريل، كمان اللي بيبقى عندنا عيد البشارة اللي هي بشارة الملاك للعذراء. النهاردة مش عيد البشارة، النهاردة تذكار الإنجيل بيتكلم عن البشارة، لكن 7 أبريل اللي هو 9 أشهر قبل 7 يناير اللي هي مدة الحبل بالسيد المسيح اسمه عيد البشارة. فالإنجيل بتاع النهاردة اسمه إنجيل البشارة، والملاك اللي جاب البشارة للعذراء هو الملاك جبرائيل، ذكر في الإنجيل المقدس في الآيات الأولى من هذا الإنجيل 5 أسماء مهمة جدا للبشارة. في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك، الملاك عضو في البشارة من عند الله، الله هو الأصل في البشارة، هو اللي بيبشرنا وبيبعت لنا الرسل، إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود، إتماما للنبوات إن المسيح جاي من عند من نسل داود، اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. 5 أسامي مهمة وجدت أولا في هذه البشارة. التأمل في هذا الموضوع كبير، ممكن من عدة نقاط كده نقعد نتأمل شوية فيه، لكن أنا هحاول أخد لكم شوية حاجات مختصرة جميل جدا التأمل فيها. أول حاجة، ليه اشمعنا العذراء؟ اشمعنا العذراء؟ ليه الملاك ما راحش مثلا لأي حد تاني؟ ليه ما راحش الملكة من ملكة بني إسرائيل مثلا أو ملكات بيت داود؟ ليه ما راحش مثلا واحدة أخت واحد من الأنبياء زي أخت موسى مثلا، مريم أخت موسى؟ اشمعنا مريم العذراء اللي راح لها الملاك؟ وكلمة اشمعنا دي تدل على انه لابد ان في تفضيل معين، لابد ان في تفضيل معين من عند ربنا لعذراء مريم، والا ما كانش اختارها لكي يتجسد المسيح منها. اهم او اعظم عمل في هذا العالم عملته هي العذراء تجسد السيد المسيح الفادي منها، وده يدل على ان العذراء ما كانتش سيدة عادية مثل بقية الناس، لكنها كانت تتميز بميزات عالية جدا جعلت ان الروح القدس يرى ان دي الوحيدة في العالم كله التي تستطيع ان تتحمل مسؤوليات وبركات ولادة السيد المسيح منها، ولذلك اتى اليها جبرائيل الملاك.
ومميزات العذراء ما كانتش مميزات كما نعرفها في العالم. لو سألناكم دلوقتي مين أعظم سيدة في العالم، مين أعظم سيدة في العالم، يمكن كل واحد يكون له مثلا فكرة معينة. أعظم سيدة في العالم يقول لك الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، كبيرة أوي. واحد يقول دي مرات جورج بوش اللي هو الرئيس بتاع أمريكا. كل واحد ينظر إلى العظمة من ناحية المركز، في ناس ينظروا للعظمة من ناحية الجمال، من ناحية العلم إنهم واخدين أحسن المعلومات أو أحسن التعليم. نظرة الناس إلى العظمة غير نظرة ربنا. أنت بتنظر للعين، المسيح الإنجيل بيقول كده، الإنسان ينظر للعينين، أما الرب ينظر للقلب، ما ينظرش. صحيح العينين ساعات تدل على ما في القلب، لكن المهم من ربنا لما بيفحص إنسان ولما بيوزن واحد أو واحدة ما بيوزنهاش بالشكل الخارجي ولا بالفلوس بتاعتها ولا بالأمور العامة بتاعتها، لكن يوزنها بالقلب. ودي تدي فكرة لينا جميعا عن مثلا لما نختار زوجة لأولادنا. واحد أو واحدة تقول لي واحد يا أبونا بيختار زوجة لأولاده اليومين دول، هم اللي بيختاروها. برضو الكلام يوجه للشبان لما يختاروا زوجات لنفسهم. مش مهم المال، مش مهم المال، يفنى المال. وإيه عم شفيق؟ يفنى المال ويفضل الواحد على حاله. يا ما ناس خدوا ناس غناي وقالوا ده خلاص ملكنا الغنى وطلعوا عبيد ليهم، ما جاتش الحياة سعيدة أبدا معاهم. مش المال هو أصل السعادة ولا أصل الهدوء والطمأنينة في العالم. فالواحد أو الشاب لما يختار لنفسه ما يختارش واحدة مجرد اللي فيها بس مالها ولا مجرد اللي فيها جمالها، لأنه برضو الحسن غش والجمال باطل، والمرأة المتقية الرب فهي تمدح. كان زمان أبونا صليف ميس مراجدس في الجيوش في مصر يقول لنا مثل لطيف قوي، يقول لولا علبة أم مكي كانت العين تبكي. فساعات دي زمان كان مثلا لما يكون واحدة تعبانة أو في لها يودوها عند أم مكي دي تطلع من علبتها شوية حاجات تغيرها. المنظر الخارجي أيضا مش هو دليل على إن القلب كويس، على إن الحياة تمشي كويسة مع الناس دول، ولا إن العيلة لها عزوة كبيرة. المهم جدا الاتصال بربنا والهدوء والكمال المسيحي. الواحد لما يختار في هذه الهدوء في هذه الحدود مع استشارة الناس اللي يعرفوا كويس عن العائلة مثلا، يطمن ان دي عائلة كويسة وان اب اعترافها مستريح انها باستمرار متواظبة على الكن، كل الحاجات دي توجد امرأة صالحة تستطيع انها تتحمل المسؤولية. بنقول الكلام ده كنا بنتأمل في مزايا العذراء، ازاي ان العذراء مريم قديسة طهرة مريم لم يكن لها مال، كانت فقيرة، كانت فقيرة جدا. ودليل عن هذا في الإنجيل بيتكلم عن هذا الموضوع لما حبت تقدم في اليوم الأربعين للطفل في الهيكل الذبيحة المطلوبة في الإنجيل، كانت أوطى ذبيحة، أفقر ذبيحة طلب منها العهد القديم زوجي حمام أو فرخي يمام. ما يقدرش يقدم خروف، يقدم زوجي حمام أو فرخي حمام، وهي قدمت دول، مما يدل على أن العائلة ما كانش فيها. وحاجة تانية تدل على كده أنها ولدت المسيح في مزود بقر، وهذه الولادة في مزود البقر تدل على أنهم ما كانش لهم مكان معين أو كبير أو قصر يسكنوا فيه. فالسيدة العذراء مع فقرها المادي ومع أنها لم تكن مشهورة في الوسط اللي هي موجودة فيه، ومع أنها ما كانتش مثلا من بيت ملك كبير أو حاجة زي كده، لكن الروح القدس اختارها لأن قلبها كان طاهر. قلبها ربنا لما ربنا نظر فيها بيقول كده المزمور، الله اطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل ابن وحيده أتى وتجسد منك. وعشان كده احتمال لي بنكرم العذراء ونحب دايما، كلنا بنحب العذراء ونحب نطلب شفاعتها. ودايما كل ما يذكر اسم العذراء نشعر في داخلنا كده بحنين كويس وارتياح ومحبة لهذا الاسم العظيم، لأن هي اللي اختارها ربنا من كل العالم عشان تكون معانا. الملاك لما كلم العذراء كلمها كلام عجيب لم يكلم به إنسان آخر قبل كده، كلم زكريا
قال له يا زكريا صلواتك سمعت، ربنا هيبعت لك وقت من دون مقدمه. لكن لما جاء الملاك يكلم العذراء كان موقف تاني خالص، كان موقف تاني خالص، كان شخص كأنه واقف قدام سيدته وكلمها كلام كده بكل احترام: السلام لك ايتها الممتلئه نعمه، الرب معك، مباركة أنت في النساء. كلام يدل على أن هذا الملاك بيعطي احترام واجب للعذراء مريم. وبعدين بيقول الإنجيل أن العذراء لما سمعت هذا الكلام تعجبت. هو بيقول كده ليه؟ اضطربت من الكلام وفكرت ماذا يكون هذا السلام. فالملاك قال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، هو ذا أنت تحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه ناس. يعني كلام جميل، كأنه بيقدم لها تقرير، كأنه بيقدم لها تقرير. العذراء سألته بعد كده: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ يعني إزاي أنا ندرى حياتي كلها للهيكل؟ إزاي ألد وأنا غير متزوجة، لا لست أعرف رجلا؟ لو كانت العذراء سألت هذا السؤال بالروح نفسها اللي زكريا سأل بها سؤالها، كان يبقى الجواب مختلف. زكريا لما قال له للملاك كيف يكون لهذا، قال له: لا ما تقولش الكلام ده، ده أنا ملاك الله اللي جاي من السماء وبخبرك بهذا. أنت بتشك في كده، هتقعد صامت طول لغاية لما يولد الولد. لأن زكريا فعلا شك من قلبه، لكن السؤال بتاع مريم ما كانش سؤال شك، كان بسؤال عن الاستزادة من العلم. لأن واحد يقول الثاني: يا سلام كلامك حلو، زدني علما من كيف يكون هذا، اديني شرح كمان شوية، لأن كلامك جميل جدا ومروح جدا لقلبي. ولذلك الملاك ادالها شرح زيادة اللي هي عايزاه، وقال لها: الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قال لها الأول: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، سلام، مباركة أنت في النساء، الرب معك. الرب معك دي شركة، لما يكون واحد مع واحد يعمل مشروع بيزنس يبقى دي الشركة بتاعتهم. فده كأنه بيقول لها: انت في بيزنس بينك وبين الله، الرب معك، مباركة انت في النساء. سلام، الانسان اللي بيعيش مع ربنا قلبه يبقى فيه سلام، ما يخافش. لان ايه اللي يخوفه؟ الخطية اللي تخوف الواحد، الخطية اللي تخوف الواحد، لما كل عمره يكون مرعوب لحتى يجي له ساعة النهاية بتاعته ويقابل ربنا ازاي. الخطية، الاستهتار، اليأس، الضيق، التعب، الحاجات دي كلها هي اللي تخوف الواحد. لكن الإنسان اللي في سلام الله، اللي سلام الله يملأ قلبه، مفيش خوف يدخل عليه، وفي كل الأحيان يكون مستريح. إن عاش للرب يعيش، إن مات للرب يموت، إن عاش أو مات فللرب هو، لا يخاف أبدا. فالملاك قال لها: السلام لك، أنت عندك سلام، ربنا حاططه لك، وأنت ممتلئة نعمة. وبعدين حاجة تانية قال لها: الرب معك، في شركة بينك وبين ربنا في موضوع الخلاص. وأنا أتمنى أن كل واحد وكل واحدة مننا يكون الرب معاها، يكون في شركة بينها وبين ربنا، وشركة بينك وبين ربنا، شركة محبة، شركة صلاة وعلاقة قوية بينك وبين الله، شركة إخلاص في أمورك الإيمانية، شركة إيمان قوي بأنه هو الرئيس بتاعك والرئيس بتاعك ربنا اللي هو يدبر كل الأمور. شركة بيننا علشان كل الأمور اللي نعملها ما نعملهاش لوحدينا، نعملها مع الشريك بتاعنا الأعظم اللي هو ربنا. قبل ما ناكل نقول له: يا رب بارك الأكل بتاعنا، شرك معنا في هذا الموضوع. لما نعمل عمل من الأعمال نقول: يا رب إيدك قبل إيدنا. لما نسكن في بيت جديد نصلي ونقول: يا رب ادخل البيت الأول. لما نعمل أي حاجة من الحاجات، لما ولد من أولادنا يدخل مثلا كلية ولا مدرسة ولا مشروع معين، نقول: يا رب ادخل معنا في هذا الموضوع، عاوزين الرب يكون معنا. والسبب في ان كثيرين يفشلوا في حياتهم انهم بيعيشوا لوحدهم او يشركوا معاهم من اهل العالم، يشركوا معاهم الناس الكبار في السن، الناس الكبار في المقام، الناس اللي كبار في المال. لكن كل هذه الشركات لا تنفع مثل شركة ربنا. بنقول له: الرب معك، تبقى دي معاها كل البركات والنعم. وعشان كده الانجيل بيقول لك: اذا كان الرب معنا مين علينا؟ يعني اهم حاجه، اغنى حاجه عندك ان الرب يكون معك. اذا كان الرب معنا محدش يقدر علينا ابدا. وبعدين قال لها: مباركه انت في النساء، علاقتها بالناس علاقه البركه. واحده، في واحده تبارك النساء وفي واحده تانية تتعب النساء. الست العذراء مريم دي كانت وجودها بركه للنساء،
هل كان في دليل على ذلك؟ في دليل. الأسبوع الجاي عشنا هنسمع ازاي لما راحت تزور أدي صبات، أول ما شافتها أدي صبات وسلمت عليها فرحت فرح عظيم وارتقد الجنين في بطنها وقالت لها مباركة أنت في النساء، من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ هي بركة للي حواليها، في ناس بيبقوا بركة للي حواليهم رجال وسيدات، في ناس لما يدخل يزور واحد يوم الواحد ينبسط بيهم، يقول فلان قال النهاردة الله يريح باله هو كلامه حلو يحب أسمعه. وفي ستات برضو لما يدخلوا ويزوروا أو يكلموا حد يكون كلامهم سبب كده راحة قلب وراحة ضمير وسلام، يصلحوا بين الناس وبعضهم، يخلوا الناس التعبانين يكون لهم رجاء في ربنا، ما يكون إنسان مثلا أو واحدة صاحبتهم تكون في حالة تعب أو في حالة مرض تحاول تهون عليها المرض، في ناس كلامهم كويس وصحبتهم أو موجودهم معانا بيكون في بركة كبيرة. لكن في ناس جنب كده لازم نقول كده برضو الحكاية دي، لازم نقول إن في ناس صحبتهم وكلامهم مزعج، يوم ما تشوفهم مثلا تكون ماشي في الشارع أول ما تشوفهم ترسم الصليب تقول يا رب ارحم ساعدنا أننا نمشي هذا اليوم بسلام. في ناس لسانهم مش كويس مثلا، أفكارهم مش كويسة، ظنونهم مش كويسة، معاملتهم للناس مش كويسة، مخليك أنت مش قادر تتجاوب معهم، مش معنى كده أنك تكرههم، في فرق بينك تكرههم وبينك أنت تقول يا رب ساعد كل واحد يبقى في الطريق بتاعه. أنت تحب كل الناس إن شاء الله، يكونوا الحرامية واللصوص والقتلة كل دول بنحبهم لأن هم نعرف أنهم خليقة الله وأن الشرور اللي فيهم دي مش منهم، مش من الروح بتاع ربنا اللي محطوط فيهم، دي من الشيطان. لكن ليس معنى هذا ان انا اقعد معاهم وتجاوب معاهم وصاحبهم. في ناس لغايه حد معين نقول لهم المعامله اللي بيننا وبينكم مجرد معرفه، لكن برضه في قلوبنا نصلي من اجل جميع الناس حتى اعدائنا، حتى اعدائنا وصانا ربنا ان احنا نصلي علشانهم. في ناس زي ما بقول لكم وجودهم بركه، بيبقى في الكنيسه مثلا تشعروا بكده، لما يجي مثلا انبشنودة يعظنا في الكنيسة كلنا بنبقى فرحانين وكلامه كده بيبقى داخل قلوبنا مستريح خالص خالص. ليه؟ لانه بنشعر انه بيكلم من قلبه من روح الله الموجودة فيه. نرجو ان احنا جميعا نكون من هذا النوع، النوع الناس اللي يحسنوا الكلام، اللي ينقوا الكلمة الحلوة ويبعدوا عن الكلمة الموجعة. في ناس لما يحبوا يكلموا واحد يلسعوه بالكلمة، ينقوا الكلام اللي يوجع ويروحوا مكلمينه عشان يبقى مضطرب قدامهم، ما يحبهمش الناس دول. لكن في ناس ينقوا الكلمة الكويسة اللطيفة الجميلة عشان يقولوها للآخرين ويتحاشوا جدا انهم يتكلموا بالكلمة الموجعة للآخرين. والخطوة الأولى بتاعت الملاك لما قال لها ان سلام وشركة مع ربنا ومبارك أنت في النساء، وبعدين المرحلة الثانية طمأنها لما خافت من الملاك وقالت جايين ليه، لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله، فأنت تحملين وتلدين ابنا. طمأنينة، تملي ظهور القديسين لأولاده يدي طمأنينة. طب ليه العذراء خافت؟ لأن المنظر كان جديد عندها، لكن مع ذلك الملاك طمنها. في ناس كثيرين يتمنوا أنهم يشوفوا رؤى، في واحد يقول لك أنا عاوز أشوف القديس أبانوب، واحدة تقول أن نفسها يشوف العذراء ولا الست دميانة، كل دي اشتياقات صالحة كويسة ما قلتش فيها حاجة. لكن بيحصل الناس لما يجي لهم مناظر زي كده يخافوا. ليه؟ لانه القلب بتاعهم مش مستقيم، يوم القداسه اللي بتظهر لهم تكشف لهم الضيق اللي موجود في قلبهم. ما تطلبش او ما تطلبيش حاجات غير لما ربنا يعطيها من نفسه، ربنا يعرف يعطينا ايه الحاجات اللي نستحملها، لكن احيانا نطلب اشياء معينه لا نستطيع ان نتحملها. زي موسى النبي مثلا، موسى النبي قال لربنا لما لقى ان ربنا بيكلمه وجها لوجه كده يعني فما لفم وبيجي له الشريعه، قال له ارني وجهك. موسى قال لربنا كده، قال له يا رب انا عاوز اشوفك. قال له لا تستطيع ان ترى وجهي وتعيش، تقدرش تشوفني وتعيش، مش ما حدش يقدر يعملها الحكايه دي. ام موسى برضه تضرع في هذا الموضوع، قال له يا ارني برضه وجهك، نفسي اشوفك. قال له طيب انا هخبيك في قطعه من الصخر في الجبل وافتح فيها ثقب صغير وامرر نوري قدامك، النور بس، والنور بتاع الله يمشي قدامه. فلما فعل هذا بيقول الكتاب المقدس ان موسى صرخ وقال انا مرتعب ومتحير من النور الصغير
اللي مشي قدام ثقب بسيط جدا في صخر الجبل. ما نستطيعش ابدا ان في مناظر روحيه ما نستطيعش ان احنا نراها، لكن احيانا ربنا يسمح بيها لينا عشان يعزينا، ما نطلبهاش، ما نقولش يا عدرا اظهر لنا مثلا، هي احنا نصلي ونكون كويسين يوم ربنا لما يشوفني تعزيتنا ان العدرا تظهر لنا يدهلنا. وحدش يقول مثلا يا ماري جرجس عاوزين نشوفك، مش ما ليس عن حكمه تطلب هذا، لكن ربنا لما يلاقي ان في موقف معين يتمجد فيه اسمه بظهور العدرا او بظهور ماري جرجس سوف يفعله، وسوف يجعل طمانينه في الناس الذين ينظرون اليه. العدرا لما ظهرت في الزيتون كان في الاف مؤلفه في الشوارع اللي حوالين الكنيسه، لما كانت بتظهر ما كانتش بتظهر برعب للناس، لكن كان هؤلاء الناس جميعا كانوا بيمجدوا ربنا ويرتلوا في هذه الشوارع. وزي ما بعضكم يمكن كان جرب هذا الموضوع، كان الناس بيقفوا في الشوارع لازقين في بعض، مش مثلا بين الواحد والتاني 5 سم ولا حاجه عشان يعرف يتنفس. انا متذكر لما كنت هناك كان الواحد لازق في التاني، يعني عباره عن كتله بشريه، وكان لما حد يميل كل الكتله دي تميل معاه، كان الرياح واخدهم يمين وشمال. ومع ذلك كان ربنا محافظ عليهم جميعا، ولم يسمع ابدا ان حد من اللي حضروا هذه المعجزات مات ولا جرى له حاجه. ليه؟ لان ربنا كان حل في هذا المكان. ما حدش يطلب حاجه فوق الحاجه اللي ربنا عاوز يديها له، لان احيانا نكون في حاله ضعف لا نتحملها، واحيانا يكون الانسان يطلب حاجه معينه لكن ربنا يحب انه يتمهل عليه. احنا نطلب اللي قالوا عليه المسيح نفسه، اطلبوا اولا ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد له. الكلام عن العذراء حلو وكثير، وكلنا نحب نسمع عن العذراء وعن البشاره بتاعتها، لكن كفايه ان احنا نطلب من ربنا نقول يا رب بشفاعه العذراء سهل طريقنا وحافظ علينا وعلى اولادنا وعلى عائلاتنا وعلى اعمالنا جميعا، لكي يباركها الرب، واللي بره العمل بتاعه ربنا يندهله تاني، ويجعل سلام في عائلاتكم ويشفي امراضنا جميعا. لالهنا المجد الدائم من الابد امين. عزة المساء للدكتور ميشيل صادق عن شهود يهوه.